Now you're 100%. السلام عليكم. سعيد البدوي تكلم اليوم على الفراق ديالو مع بدر هاري. وقال سعيد هو مازال في علاقة جيدة مع بدر هاري فهم أصدقاء، وبدر هاري من حقه أن يختار الشيء الذي يرتاح إليه. وبعد حوار جيد دار بيننا أنهينا العمل المشترك وبقينا أصدقاء. فقال أيضا المقاتل يجب أن يفعل الشيء الذي يريحه، هذا شيء مهم في القتال. فبدر هاري يأخذ عمله بجدية، يتدرب بجدية. قلتها المرة الماضية سيكون هنالك بدر هاري آخر في الحلبة. فبدر بنفسه يعرف جيدا أن هذا النزال مهم جدا له، وأنا أتمنى له الأفضل، وأرى أن شيء طبيعي أن ترجع لمدربك القديم بعد عمل دام 13 سنة بينهم. إن بدر هاري رجل ذكي ويعرف جيدا ما يريده. أعلم أن الناس تقول يوجد خلاف بينهم أو شيء آخر، ولكن كان لدينا حوار جيد فانقسمنا ونحن نبقى أصدقاء. ومن الطبيعي أنت تعمل مع الآخر ولا يمكنك أن تعلم ماذا يدور في رأسه. والسلام عليكم، ونتمنى دعمكم لنا. شكرا.